تعرفين معه صح؟ نعم. باب العلم قبل القول. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قول الله تعالى فعل أولا. إذا لا بد أن نعلم الناس التوحيد. تعلم الناس فتح الله عليك. طيب هذا هو الدرس الأول. من يعود علي ما أخذنا في الدرس كامل من أول الدرس إلى ما توقف. سبحان الله البقية. ما هي شروط الالتحاق بالدور؟ بسم الله نبدأ منها. شروط الالتحاق بالدور. نعم. بسم الله. إخلاص بالله عز وجل. فلواحد ثم واحد في واحد يعني فرق الحق والإيمان. فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا خشورا. الثاني حفظ المتن. احفظ في كل حاضر كما في الله تمسك طالب. تقول أعطيني شروط الصبر. قل ما أدري. أركان الصلاة صلى الله عليه وسلم. أنواع التوحيد. قل ثلاثة أعرف قل ما أعرف. هل طالب علم؟ ها؟ طيب كيف يطلب العلم؟ يطلب العلم يحفظ المتون اللي أرسل إليها العلماء ويحفظ على مواضيع. اليوم مشكلتنا في الطلاب أن الطلاب مشارك. نعم كل واحد اختار لك ورجع وكذا وكذا. نعم عدم الكتابة خلاص ظن عليها عدم الكتابة وإنصاف للدرس وكذا. المهم التحلي بعد طالب العلم يعني. نعم الرابع ومذاكرة قل من بعد الدرس. نعم طيب فتح مالك غيره بعد هذا ماذا أخذ؟ لماذا أسئلة خمسة قبل الدراسة؟ من يعيد عليه؟ إخواني أسئلة خمسة قبل الدراسة. بسم الله ما شاء الله. ما هو التوحيد؟ الآن سوريا يا إخواني والله تحتاج إلى ماذا؟ النفس تحتاج إلى ماذا؟ توحيد. الناس الآن بحاجة للتوحيد إخواننا. نعم تقصير من الكل إلا ما راح لابد تعلم التوحيد إخواننا وعلم الناس التوحيد. قال الشيخ الألباني رحمه الله رجل المهم أمسك يهودي قال أسلم ووضع على قوله السكين قال أسلم قال مهلا 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 ماذا أقول؟ لا أنت تريد من كافر ماذا؟ تريد منه ماذا؟ يوحد وأنت لا تعرف التوحيد. تريد تصلي الصلاة الخمس مع جماعة وأنت لا تصلي مع جماعة. تريد منهم كذا وكذا وأنت لا تصلي. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اختار دراسة هذا المثل مثلا الصلاة الثلاثة؟ ما هي الصلاة الثالثة باختصار؟ لا لا بعده هذا الثالث الرابع الثمرة التي نجينا من دراستها الصلاة الثالثة الخامس العمل خامس هذا الصلاة الثالثة اجلس فتح الله عليك. طيب من يذكر لي فارس؟ نعم القسم الأول المسائل الأربع وهذا الدرس الأول أخذناه من الحين الأصول الثلاث المسائل الثلاث المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاث. نعم الأصول الثلاث وأخذنا أيضا سورة لماذا هذا درس التوحيد والرابع وشرح شرح الأصول الثلاثة والخامس خاتمة فتح الله خاتم الله. طيب الدرس الأول نعم ما هو الدرس الأول؟ الدرس الأول هو شرح المسائل الأربع. ما هي المسائل الأربع؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني ورحمك الله أنه ما هي باختصار مثال أربعة هي ست العصر علم عمل ثم عمل دعوة ودعوة صبر صبر أجل ماذا أراد بالصبر؟ الصبر على أنفسك أي نعم الصبر, الصبر على أهلي تصبر أولا عن علم ثم لا هذا اللي ما يصبر عن العلم طالب ليس الطالب تقول أي نعم الآن كيف تعرف الطالب تقول درس عن من؟
وكم سطرت؟ صح حفظ؟ قلنا نعم حفظ. قل بسم الله اقرأ. اي نعم. سأل الأستاذ الطالب الطلاب عن مسألة في الطهارة. فقال الطالب أوقف المدرس قال أجل. سأل عن مسألة في الطهارة. قام الطالب قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب المياه. المياه ثلاثة: الطهور الطاهر، مجلس الماء الطهور هو كذا 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 كذا. قرأ الكتاب كاملا وقال يا أستاذ في هذا الكلام: يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت. سمعت؟ قرأ عليه كتاب الطهارة كاملا في النهاية قال يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا إيه؟ هذا إمام. احفظ ويحاول إمام شرط. نعم يحفظ ويتعلم ويعمل. الصبر على العلم، الصبر على العلم أولا. هذا مشكلة عندنا الآن، هذا نريد منكم الآن تصبر. ثانيا الصبر على العمل، الصبر على العمل صعب. نعم الصبر على الدعوة. طيب تصنع هذا بدنا نجيب عن سبيل. أقسام الصبر، من يعلم أقسام الصبر؟ وانا اقسم الصبر. نعم صبر على الطاعه، صبر على طاعه الله حتى تؤدب، وصبر عن المعاصي مو على عن معصيه الله حتى تجتنب، والصبر على اقدار الله. القدر نازل بكلامك تصدق ولا بد وجوبا فتح معك. طيب اخوان تراجع لنا هذا اللي اخذنا الان تجتمع غيبة نميمة حديث الدنيا أطرق. اجتمع الآن تكتبوا ما أخذنا موعدنا إن شاء الله تعالى بعد وجبة الإفطار. أنا ما أعرف جئتم للأكل والشرب؟ الحمد لله. الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في حالي يعني خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم جراب تمر. ليش أسمع جراب تمر؟ جيش يخرج جهاد تمر. كان القائد يعطيهم في اليوم الواحد المجاهد جاهد في اليوم يأخذ تمر تمر واحد مجاهد تمر واحد. قالوا ما تغني عنكم التمر؟ ايش تصنع التمر؟ تصنع شيء؟ مثل يعني تاخذ حلوى تغني عن شيء في اليوم؟ قال والله لم نعرف قيمه هذه التمره الا بعد ان فقدناها. فقد ماذا؟ فقد التمر، ضاعت حتى التمر ماذا؟ كان يضعها الواحد منهم في بيت ويشرب عن الماء، ما ياكلها، ما يستطيع ياكلها بهر. يضعها في فين ويشرب عليه الماء. قال ما نخرج الجهاد في سبيل الله؟ ها؟ لا رجال صدقوا ما عهد الله. تمره واحد خرج اليوم تمرات الحمد لله في وين عمل ما تجمع الا من رحم الله. فاخواننا يعني لا بد ان نعرف هؤلاء الرجال تقدموا، لا بد ان نعلم اليوم بحاجه الناس طلاب علم، طلاب رجال اكل فعل في العمل هذا. لا لا ايضا حتى النساء يجب على كل مسلم ومسلمه. نعم فلا بد ناخذ يعني هذا الدين. الله سائلنا يوم القيامه ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ سائلك الله يوم القيامة تقف وتسأل ماذا جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ هل أدوا وبلغوا ونصحوا الجهل؟ تقول نعم.
سألك الله عن هذا، ماذا عملت فيه؟ هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن تعلمي هذا السؤال جواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب موعدنا وما أحب. فطور الثمن ونصف. نعم؟ الإفطار الثمن ونصف. الإفطار الثمن ونصف. الآن كم الساعة؟ من المقدمة؟ الساعة كم الآن؟ الثلاثة. هم يفطروا كم 10 ساعات؟ يبدأ الإفطار كم يبدأ ويفطروا هذا؟ ساعة؟ ساعة إفطار؟ ساعة وقتها. الجوزي رحمه الله رحمه الله عنا ما كان يجد وقت يأكل ويشرب، ما يجد وقت، أمضي علينا أقول كذا طعام ما أكل حتى أسل الطعام، ما جاء يأكل ويشرب، اللي جاء يأكل ويشرب خاص، خلوا جعلوا يجعل يجلسنا في المقعد أو في الماء هذا ويأكل ويشرب الحمد لله، كل واحد منا الحمد لله في بيت آخر شهر. الشيخ بن عزيمة رحمه الله تعالى يقول كان الناس في القديم يموتون من المال من جوع، اليوم الناس تموت الشبع. نعم الشبع صح. نعم عندنا كان هناك مسابقة في هذا الهمبرجر، في من أكثر من يأكل الهمبرجر، في واحد الله أعلم من أكل سبعة مات شهيد الهمبرجر فرعان. ما جينا نأكل ما شاء الله لا معنى. طيب الساعة كم حتى نعرف من نغيب خير؟ أعطني الساعة نبدأ فيها الدرس. تسعة موعدنا لما نبدأ موعدي. لا هو موعدنا بس موعدنا تسعة ونص برجع التاسع والنصف هنا واللي يتغيب الأمر لا 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 الأمر لله من قرب من بعد يظهر. زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام والمؤذن، اسمع عند الكلام الإمام المؤذن في كل صلاة يحضر الناس في الصلاة، ما حد يغير، شفت مثل ما يحضر الآن في العسكرية في الدوام وكذا، هذا يحضر في الصلاة، في ناس ما يحضروا أبدا لأنهم قبل الإمام المؤذن في المسجد اللي تغير ياخذ الامام مؤذن الى بيته يخرجوه يقرا الحمد لله. اللي تاخر عن الصلاه تاخر يعني ركعه تذهب الى ركعه يقرا او ياخذ شماغ، لان اغلى ما يملك الانسان في ذاك الزمن شماغ، انه ما يستطيع ان يمشي في الشارع بلا شماغ حاسر الراس ما يستطيع. تأخر واحد في المسجد كامل في الكل ما يتغيب أحد، هذا تأخر عن الصلاة، صلاة الفجر وصلت وأدرك ركعة ثلاثة ركعة ما رآه الإمام مؤذن طبعا في آخر الصف دخل صلى، عندما سلم الإمام سلم هذا الذي بجانبه يحدث في الصوت منخفض بقي على الركعة الله سبحانه وتعالى أرحم من هؤلاء الله يغفرها هذا المريض مفهوم؟ طيب يقول عندي كذا عندي كذا عندي غسيل مواعين غسيل ثياب عندي كذا ما نسمع إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى وفق الجميع. إخوانا ما جينا نلعب ولا نأكل ولا نشرب ولا ننام ولا تقول ما أحفظ وكذا، والله أنا ذهبت إلى منطقة من المناطق وقلت لا بد تحفظ ما هذا، والله أنا أنام عندما استيقظ هذا الطالب على راسه يقول أسمع يا أخي انتظر الآن، قلت له قال لا أسمع هذا إيش هذا الطالب ما نام، أنا والله أنام وما نام يحفظ
وأبيت سهران وتبيت منعما وتريد بعد ذلك لحاق تريد وهو ما تلحق صح. هذا لا يعرف لا النوم ولا الكسل أحلى من العسل. النوم والكسل أحلى من العسل فعند كسالة. وفق الله جميع المحبات والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى سبحانه. أنا لست بأفضلكم اسمعوا هذا أنا أقولها الآن وإلى نهاية الدورة بإذن الله. أنا لست بأفضل لكن بإذن الله كما معاوية رضي الله عنه خطب في الناس وهذا في الصحابة رضي الله عنه قال أيها الناس إن لست بخيركم ولكنني والله خير لكم. قال أنا لست بأفضلكم لست بخيركم لكنني والله خير لكم وإن شاء الله لست بخيركم لكنني والله خير لكم. كسرت كعوبها أو تستقيم. طيب إذا ما نريد يعني كلام أو كذا نريد عمل أخوان هذا أول درس. إذا بدأنا إن كانت بدايته شديدة كانت نهايته حميدة وسعيدة. طيب الله أكبر.